اجتمع أعضاء الأمانة العامة للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي للتداول حول بعض المواضيع التي تخص أولا إدارة وحوكمة هذا المجلس من خلال أربعة هياكل: المؤتمر العام والذي يضم اليوم أكثر من 600 مؤسسة إسلامية في أكثر من 142 دولة. ثانيا هذا المجلس له هيئة استشارية تعمل في مكونة من 85 عضو، تعمل على محاولة صياغة هذه التوصيات العامة إلى برامج. ثم الأمانة العامة مكونة من 17 عضو ويرأسها معالي الدكتور علي النعيمي والعبد الضعيف الأمين العام لهذا المجلس، يعمل من خلال خمس مجموعات: المجموعة الأوروبية، المجموعة الأمريكية، المجموعة الآسيوية والإفريقية وأستراليا، علما وإدراكا وحرصا منا أن نتواصل مع جميع المسلمين. وجدنا في النقاش أن هناك تحديات، هذه التحديات تختلف من قارة إلى قارة، ومن شمال أمريكا مع جنوب أمريكا، ومن وسط إفريقيا مع جنوبها، أن هناك تحديات كبيرة. هذه التحديات التزم الأعضاء أنهم يضعون أنشطة للرفع من مستوى أول الأداء الوظيفي لمؤسساتهم، العمل على التنسيق بين هذه المنظمات من خلال فضاء عالمي اللي هو المجلس، من خلال فضاءات إقليمية، التعاون مع المؤسسات المجتمع المدني في بلدانهم، التعاون مع الحكومات، التعامل مع المنظمات الدولية، العمل على مع الاتحادات، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، أسيانا، المنظمة التعاون الإسلامي، الأمم المتحدة، اليونسكو، حقوق الإنسان وغيرها، أننا كيف نفعل الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة الذي صادق عليه المؤتمرون يوم 9 مايو. عينك على العالم.